يوم رحت لعند سمان سوري، لقيت عنده عجقة وفي عنده تراك بيكين جنبه، وفي بيناتهم واحد شيخ ملتحي هيك عبربروا مع بعض، وفي دفتر نازلين الحساب وما حساب وكذا. المهم شي 10 دقايق لوقت ما خلصوا. المهم انا ضليت واقف، وقف الزلمة التركي شال ناوله مصاري واخذ الدفتر عمل له هيك شقه بالنص وقال له كبه. بعد ما راح التركي ايش قال السمان؟ قال الله وكيلكم، ايش في هون عائلات سورية عم تتدين من عندي؟ سكر حسابهم كلياتهم، طلع حسابهم 4200 ليرة، اعطاني اياها وشق الدفتر. قال لي عم بيعمل الشغلة من سمان لسمان، هذا تركي. تحركوا يا سوريين يا اهل المال، يلي معكم اموال ما بتاكل النيران، هلا وقتكم. بارك الله في التراك، الله محيي اصلك.